حالة صعبة صعبة، لا في أكل ولا في شرب، الصغار بصيحوا ولا في مي زي الناس. ربنا يا رب يهدبنا ونرجع على دورنا، إن كان ضيلات وإن كان مش ضيلات لا حول ولا، ننصب خيمة بنقعد عليها، وإيش بدنا نساوي؟ ربنا يقف معانا يا رب، وقف كل الدول العربية معانا وحن علينا يا رب. أتمنى أن أرجع على داري وعلى وطني وعلى حالي، أتمنى أشوف أولادي، كل ده واحد في الشقة مش عارف وين راح أولادي، بتمنى أشوف جيراني أشوف حالنا هناك إيش صار فينا، ونرجع يا رب، وربنا يحرر أقصانا وفك أسرانا برضو أولادنا هذولا، وربنا ينصرهم المجاهدين ينصرنا يا رب، ربنا يقف معانا يا رب يرحمنا برحمته. شو برج الأندلس اللي بالكرامة نزلوه وإحنا قاعدين بالدار، دارنا نزلت وإحنا بدنا نروح نبني خيمة، وين عالردم وين دا نبني؟ مناش دار وين دا نقعد؟ هاي زي انتم ما شايفين بنينا خيمة بنطبق على النار على الحطب، يمكن فوق 20-30 نفر في هذا الخيمة. طلع كم النفر؟ حوالي 30 نفر، مش عارفين وين نروح. هايهم قربة وقللنا نعبيهم، مش عارف ايش اقول لك انا، يعني نشرب مية نقطة مية مش لاقيين، هاي رايحين نصف دور مية صارت دور، يا الله مخبز على الدور، مية على الدور، الاكل حتى على الدور،